كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. ولدي كيخدم مع أخوه، هو هاك النهار أخوه عطاه السلوم وعطاه السلعة، قال لي يديها. تصور قلت لي يدي معك الكمامة، ودي معك الكمامة ولدي. قال لي راك تخلق عليها. قلت لي راه الكمامة، دي الكمامة. قال لي كانت خنق. ولدي عندي عنده 21 عام، قلت لي عنده 21 عام وكيخدم مع أخوه، كينقل السلعه ويخدم معاه مع الجار عندنا تما، وكيخدم معاه يهز السيمال الرمله وكيخدم دائما معاه. نهار سبت دا خوه داليه السلو وداليه القريفي وهز السافوطاج وجا حط وجا ولا من مشى وقيل قال لي هادشي بحق السلام واش تناقش معاه، ولا الله اعلم حنا ما جا حط الموتور ومشى. الان حنا داري ما عرفنا ميت ولا حي، والموتور بوراقه وبالاسورانس ديالو بكل شيء داير، وما عمر الدري دا الواحد شي حاجه يقول لك. هو السبب ديال التوقيف ديالو من البوليسي كان على الكمامه. كان قال لي البوليسي وقفوا على الكمامه، ومن قال لي رجع حنافين وراه قال لي يمك تنعتقلك. الدري غسمى الاعتقال هو يهرب. انا اللي قال لي لا، اللي قالوا لي الدراري معاه. شنو النداء اللي تبغي توجه للمسؤولين والناس؟ احنا كنطلبوا من الله الحق ديال الدري، ما يطلبوا لنا الحق ديالنا. حنا دوك الدري ما عرفنا ميت ولا حي. دابا الدري مخلوع؟ الدري مخلوع، الدري كيخاف. راه كان هذاك الساعة من خلعوا البوليسي راه خاف زاد. وذوك جا حط الموتور زاد. وذوك من نهار السبت حنا ما شفناش الدري. لا ولدي هادشي ما دارش ليا انا، ما طاحش ليا بالبال. هادشي ولدي مزيان، ولدي الله يعمرها دار، ولدي ما كاينش فيه شي ولد بحاله، ولدي مرضي مهدي. وانا هادشي ملي سمعتو داك راه عزمني بزاف، اتهنى في الكرامه ديالنا. انا ولدي دابا كنطالب في ولدي واش ميت ولا حي. انا الا شدو الا يعتقلوا ايرونديه لوحدين اخرين، انا ما عطاه بالبوليس. انا مبت المخزن، البيرمي عنده لا كارت عنده، انا معطارفه بالمخزن وعايشه المحمد السادس. انا بغيت ولدي يبان لي الحق ديالو، وبغيت ولدي يحضر ليا. انا عندي مرض السرطان وعندي القلب، ومشيت ندير العمليه وقالوا لي صافي القلب عندك عيا. انا كنطالب بولدي، وانا راه تهنت في الكرامه ديالي في الشرف ديالي، ما نسمحش. هضري لنا على ولدك. ولدي الله يعمر. الناس اللي شافوا الفيديو بداو تيتهموا انه داير. انا كنشوف هذا الشيء ضر لي بخاطري بزاف. طيحوا من الكرامه ديالنا، كيهنونا بكلام خايب، كيعيرونا، كيحقرونا بزاف. وانا ولدي الله يعمرها دار، وانا كنطلب الجيران، نطلب اللي يشهد فيه غا واحد نطربه انا في بلاصته. كيخدم مع خو كيبات في دارهم، ها بلاصته في كيبات حدايا. بيتو في السطح ما كيطلعش لي، كيبات حدايا. ولدي الله يعمرها. كلهم عنده لاسورانس، عنده الموتور جديد، ديك البلاكه عنده في الكرتونه، باقا ما خرجش لي. دابا مع الحجر الصحي الدري خدام مع خو، كيدي السلعه ويجي لده. بغا يجيب البلاكه باقي حتى واحد ما خدام. دابا مخلصه البلاكه وبلاسورانس ديالو بالبيرمي ديالو بلا كارت ديالو وعايشه محمد السادس، وانا كنطالب بولدي. دابا هو من حبسو ما كانتش الكمامه اللي عنده تيتخلق. هذا الشيء اللي انا سمعت في الفيديو، انا ما حاضرش، سمعت في الفيديو على الكمامه. ما كلشي الوراق عنده، عنده الكاسك، عنده كلشي. شنو تبغي توجهي للمسؤولين؟ المسؤولين انا مشار فوق راسي، انا كنطالب بحق ولدي، يبان لي الحق. ولدي ضعت فيه، ولدي دابا معرفتو ميت ولا حي ولا ما عرفتش. دابا الدري تخلع زاد ما عرفتوش واش قاش راسو ولا طاح بير ولا ضربتو شي حاجه ما عرفتش، ولا قاتلوه هما وغبروه ما عرفتش. انا حتى كنشوف الفيديو، انا مريضه بالسرطان وعندي مرض القلب. انا كنطالب بولدي وعايشه محمد السادس، بغيت الحق ديال ولدي يبان ليا. والناس راه تهمونا بزاف وعيرونا بكلام خايب. انا كنطلب الشرف ديال ولدي، ما يتهنش في الشرف ديالو. الدري خدام مع خو، عندنا الدروك للموتور ديالنا، التسلم ديالنا، السلعه ديالنا، صوفطاج ديالنا. ولا شد فينا واحد من الحي طربا انا في بلاصه ولدي. انا راه عندي 39 عام في سله، العمر تشهدت فيا غادي في المقاطعه من سوا على لاكارت دايره، نطربا انا في بلاصه ولدي. الجيران هما سولوهم كاملين، علاش هاد فيا واحد انا نطربا في بلاصه ولدي. انا دابا كنطالب في الشرف ديال ولدي، وكنطالب بولدي يحضر ليا.
هنا تكرفسنا والناس كيعايرونا بعير نهار خايب وتكرفسوا علينا بزاف. كيقولوا الشفار كيقول الا تصاب ولدي قلت لك شهد فيه واحد مطربه انا بلاص ولدي. هو الولد هرب من البوليسي لانه خايف. خايف اللي قال لي غنعطي روم غنعتاق المك الدري وراك زاد. هذا الشيء اللي شفت انا في كيقولوا لنا الناس اللي شافوا الفيديو ما احنا ما شفناش. احنا ما جابوا لنا الفيديو وشاف الطفل ذاك لقى الموتور في الكراج. دورنا على صحابه حتى واحد ما عطانا اخبار. جاو البوليس رحنا درنا الوثائق كلهم. عنده البيرمي ديالو عنده لاكارت عنده لاسورانس عندهم كل شيء. واني تهنا بكلام خايب كنت تهنا بكلام سو احنا ما بغيناش هذا الشيء. دري صغير تخلع. دري صغير تخلع. ما هذا شي حاجه اللي غندير عليها هذه الهضره كامله. حنا عندنا العائله في الصحراء عندنا بوجدور عندنا حنا كنا العائله صحراويه من ولاد بن سبع باش الدري تهين هكا في الشرف ديالو ما قربلوش. انا مزاوقه في الله ومحمد السادس غادي 30 درهم واش غيعطي لهذا البوليسي اش غيعطي اللي موقفوا على الكمامه روندي انا محكم طلاب انا بنت المخزن روندي البوليسي اخر ولا تيعود راجعوا شدوا وما يديرش لولدي هكا وكون مات باقي غنولدوا ودخل في الشكاميه لا هو لا البوليسي لا 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 اللي يسايق الطريق ما يديرش ليه هكا انا بنت المخزن يشدوا المخزن واللي كان داك انا متعارفه بالحق ديالي انا دابا كنطالب في حق ديال ولدي حق جاي يدير لي مطارده واش مشبر فيه هو قرض ولا كنت خلى هذاك الدري في المرموك في الطوبيس في شنو هو شنو فين غتكون انا كنطالب في هاد البوليسيه علاش دار لولدي هكا رخي هرب رونديه راه كاينه سلطه اخرى ما كاينش غنت في الروضه شديتي الدري مقطع عليه الكيت ما كضرب فيه علاش علاش الدري معلق فيه وكتضرب فيه علاش وانت ما كضرب فيه هو سايق فين غيخرج فين غتولي خصنا نعرفوا فين غتولي هذيك اللي كضربي نتايا هو الدري سايق وانت كضرب فيه واش واحد مخلوع مهرب وانت معلق فيه انت كضرب فيه واش ما كاين السلطه غنت حنا ولاد المخزن انا كنطلب من الله ومسؤولين يبان لي الحق ديال ولدي ويبان لي ولدي ويبان لي الحق ديال ولدي باش يقولوا شفار ويقولوا ولدي ولد عائله وولد دارهم ولا شاد فيه واحد قلت لك نمشي انا نطربها في بلاصتهم وباش بقى بنادم يكتب ويصيفط على ولدي انا ما كنقبلهاش انا بنت المخزن وبنت الوطن انا كنطالب ولدي ولدي وانا مريضه بالسرطان وبالقلب انا كنطالب ولدي انا راه لما دخلش ما كنرقدش انا ولدي راه ما هادي 3 ليالي مع راجل رقد كيدير انا الناس كتبات راكده انا كنبات شاده الزنقه انا ولدي خصني كنطالب ولدي يجيني وانا عايشه محمد السادس وانا بنت المخزن ما هربش من المخزن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.